يتيح قطب المنتجات المحلية الذي يستفيد من مساحة مضاعفة في الدورة 12 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المقام حاليا بمدينة مكناس للتعاونيات والجمعيات المغربية الرقية بالمنتجات الفلاحية التقليدية والجهوية. ثاني مرة جينا لها وداك الشيء اللي كنبيعوا طبيعي 100%، وعندنا التعاونية ديالنا في تارغوان تشكاف بالضبط، اللي بغى يزور التعاونية مرحبا به، وحنا جينا لهذا المعرض كعارضين لهذه الأعشاب كاملة اللي كتشوفوا. تبسم التعاونية المدعمة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على حضور قوي في هذا القطب الذي يعتبر أحد الأقطاب التسعة المؤثرة للملتقى، إن على مستوى عرض المنتوجات المتأتية من المشاريع المدرة للدخل أو على صعيد الإقبال الكثيفي للزوار. غيزيست من مدينة أبي الجعد، من الاهداف ديالها تسمين فاكهه الصبار، حتى لواحد الوقت قريب وباقي لحد الساعه كنشوفوا بان فاكهه الصبار فاكهه اللي موجوده عندنا بزاف، ولكن باقي ما كنعرفوش الخصائص ديالها ولي بيان في ديالها. لهذا كانوا جا واحد الدكاتره عندنا لتماكن صيادله مام، هما يلي خداو هذه المبادره لتسمين فاكهه الصبار، لان المنطقه عندنا تماكن كتعرف واحد المنتوجات كثيره ديال فاكهه الصبار اللي كتبقى غير تضيع على طيله السنه، وجاو همايا داروا لنا هذه التعاونيه، خدموا برسك واحد 40 ديال النساء اللي ولاو كيخدموا في الفاكهه الصبار. وتتمثل منتوجات هذه التعاونيات في العسل والأعشاب وفواكه الأشجار، خاصة فاكهة الصبار التي يعرف رواقها الخاص بها إقبالا متزايدا كنوع جديد من الإنتاج بدأ يتلمس طريقه نحو العالمية بفضل منافعه الصحية الكبيرة.